السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايره اختي صافا؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بالناس ديال الجزائر. الله يحفظك يطول عمرك. نورتينا. تحياتي لكل خوتنا المغاربة. تحية للمغاربة والجزائر والمغرب خاوة خاوة. ولا علاقة ما بين الشعوب، حنا تنبغيو بعضياتنا. هنا بلاصة في الجزائر. خاوة خاوة. هنا بلاصة في الجزائر. خاوة خاوة. نعم. هنا بلاصة في الجزائر. انت تتابعينا؟ من ولاية بومرداف. بومرداخ. من بومرداف. بومرداس. بومرداس وراني متابعة وفية للقناة. اوه شرف لي. شنو الاسم موسى علاش عطينا؟ ولي الشرف. معك الشاعرة أسيا، شاعرة جزائرية ورئيسة جمعية خيرية. دنياك تزول وأفعالك تدوم. بلاتي شنو الاسم باش نقيد؟ هذا اسمك الحقيقي؟ أسيا اسمك الحقيقي؟ حقيقي. تبغي تطلعي باسمك الحقيقي؟ باسمي الحقيقي أجل، يعني ما نخبيش الشخصية تاعي. واخا مرحبا أسيا. قلت لي رئيسة ديالاش؟ رئيسة ديالاش؟ أنا الشاعرة ورئيسة جمعية خيرية. دنياك تزول وأفعالك تدوم. شنو هي اللي الأول تزول؟ شنو هي اللي تزول؟ دنياك تزول. دنياك تزول وأفعالك؟ دنياك تزول وأفعالك تدوم. أوه الله يحفظك. أوكي ديالاش هاد الجمعية؟ الله يسلمك. ديال شنو تديري؟ أعمال خيرية. نعم؟ أعمال خيرية ديالاش؟ أعمال خيرية تشمل كل الأعمال الخيرية. أوه. بين المحتاج والمحسن. والله يقدرك، الله يقدرك أسيا. أمين أمين يا رب العالمين. تفضلي عاودي كاع داكشي اللي بغيتي، حنا تنسمعوك أسيا. الله يزيد فضلك. الله يحفظك. ونشكر كل المتابعين. أها. القصة تاعي القصة تاعي بدات ملي كنت في عمري 18 سنة، ملي تزوجت. تزوجت 18 سنة، بعدت على الولاية تاعي اللي ساكنة فيها. وكأنه تغربت على بلادي بعد شوية، وأنا في سن الصغيرة وكي كنت في عمري 19 سنة ربي رزقني بابني هذا الكبير هذا. الله يخليك. اسمه ريان. شاف عمرك دابا أسيا؟ أنا زايدة في 81. في 81 أوكي. أها. والمعاناة تاعي بدأت هنا، يعني عشت يعني من فترة زواجي عشت 6 شهور هكذاك. 6 شهور يعني عشت لاباس عليا. من بعد بدأت المعاناة تاعي بعد اللي خرج أخو رجلي من السجن. كان في السجن. وأنا يعني الوقت هذاك كنت عايشة مع جوزتي ومع شيخي، والدين الزوج تاعي، وزوجي كان يخدم بعيد. ويعني الحاجة اللي نحبها بزاف وهي الوالدين، يعني الأمنية تاعي كنت حابة باش نخدم في دار العجزة باش نستثمر دعاوي الخير. وكملت فيها، يعني حبيت شيخي وحبيت عجوزتي وحبيت كل العائلة تاع الزوج تاعي، وربحت من عندهم دعاوي تاع الخير، وكانت عندهم طلوار باش يروحوا لابن تاعهم. لكن أنا ما دخلتش معاه، يعني كنت قايمة كنت يعني نطيب ونوجد له منا، يعني مع حكم أني عروسة في ديك الدار، يعني ما خليش جوزتي تتعب وكلش عليا أنا الله يسمح. قلت لك نطيب له هكا بعد نروحوا البالوار، لكن أنا ما دخلتش، يعني دخل غير شيخي وجوزتي. ولما سألوني قالوا لي علاش ما تدخليش باش تشوفيه، لأنه خو رجلك راه حاب باش يشوفك، يشوف مرت خوه هذه القبيلية متزاير راه حاب يشوفها. لكن أنا ترددت. وعلاش؟ خاطرش الزوج تاعي كان بعيد وكنت خايفة ما يحبنيش باش ندخل. يعني نحافظ على بالك غير ولا ما على باليش. المهم انا خيرت نتهرب كوني ما نقدرش نتحمل نشوف واحد يمر القطبان.
يعني في السجن. قلت لهم ما نتحملش الغرب سمحوا لي، لكن كانت حجة برك، كان ربي بعدني على بلا كان رايح يجيني. المهم خرجت سلفي وكنت قايمة يعني به خويا، وحتى الزوجة تاعي كان فرحان بيا كثير الحمد لله، وعجوزتي وشيخي. توفت عجوزتي الله يرحمها، لما توفت خرج سلفي من السجن، ويعني كي توفت عجوزتي تفركتت كامل الدار. يعني شيخي عاود زواج، وسلفي تلفظ بواحد الكلمة اللي ما كنتش متوقعتها، قال لي يعني الخوي يعطاه بركة وما يعرف لهاش، راني حبيتك باش تطلقي خويا ونبيك أنا. كيف لكن أنا ترددت راجل خو راجلك قال لك تطلقي من خوك ونديك أنا خو راجلك أجل خوه أجل إيه. وأنا تشوكيت، يعني الإنسان كي تديرو في مرتبة الخو ومن بعد يخرج لك بعقلية واحدة أخرى، الله غالب تشوكيت ما قدرتش نتحمل، ولكن كاينة حاجة في قلبي وفي عقلي ما نقدرش باش نعيش معه في مكان واحد. خلاص عرفتني توشنها، كنت نتهرب كثير كثير نتهرب، المهم نعيش مهنية مع رجلي وندي وليدي ونروحه بعيد، مهم ما تكونش المشاكل بينه هو وخوه، مهم بعد نهرب من المشاكل. لكن ما حبيتش نسمح للزوج تاعي خطاش بابات وليدي، ولو كان يسمع واش كاين بالك واحد ميت واحد يدخل الحبس هكا راني خسرت الزوج تاعي. وبقيت ساكتة، لكن خوت رجلي هي اللي فضحت هذا الشيء وضربت مع أخوها وقالت له علاش حتى تهدر هاد الهدرة، وخطاش كانت تسمع سمعت الكلام اللي قالوا أخوها. كانت تسمع خوت رجلي هي فاطمة. لكن خويا بدر الخبر هذا انتشر في العائلة تاعهم. بعد فترة معينة هكذاك تزوج سلفي هذا، وكانت الحمد لله هي الراحة. كنت بعدت يعني ديك الفترة كما قولوا، هو يساكن في منطقة وإحنا في منطقة أخرى، لكن كي سمعت باللي تزوج فرحت. المهم قلت له ايه ماشي لي انا، يعني باش تولي العلاقه بينه وبين خوه باه يرتاح مع خوه، ما انا مانيش دايره تكمل في راسي، وعلاش الانسان اللي ينوي يغدر خوه في ظهره بالنسبه لي ماشي بنادم. برافو. مانيش دايره تكمل في الوجود. المهم لكن الشيء اللي ضرتني هي الزوجه تاعو انا ما نعرفهاش، وحكاوا لي العائلة تاع الزوج تاعي، قالوا لي بلي هذه سحارة وما قبلناهاش تدخل في وسط العائلة تاعنا. لكن أنا ما تزيت ليا ما تزيت ليها ما والو، وبدأت المعاناة تاعي من نهار اللي دخلت للعائلة هذه المرة. سمعت من عند الناس من عند لافامي بلي الزوج تاعها هو شهدر لمرت خوه. أنا نعلقها بالنية مي هي تكرهني لدرجة ما تتوقعهاش. علاش تكرهني بورتو ما كاين حتى حاجة بيني وبينها. المهم ومن بعد ولا تدير العفايس تدير المشاكل ومنا، لكن احنا دايما نتهربوا انا وزوج تاعي نتهربوا منهم. وراجلك فراسو داكشي اللي قال سميتو خو؟ نعم راجلك فراسو داكشي اللي قال خو؟ فراس وإيه، ولكن الحمد لله يعني الزوج تاعي نعم الزوج، وتفهم الوضع وقلت له بلي يعني لو كان كاش ما دير انا راح نخسرك، وإلا خسرتك انت يعني هما يقدروا عليا ويقدروا يستعمروني، يعني قعد عايش ليا والولاد. كل الحمد لله راه متفهم الوضع. وزيد بزيادة قلت لك هي ملي سمعت هذا الشيء ما تحبنيش نهائيا، وحتى الغلطة راهي من زوجتها، خاطرش في كل دقيقة يقولها بلي انتي ماشي كيما مرت خويا، انتي طيبيش كيما مرت خويا، انتي ماشي يعني راهي يربي لها ذاك الحقد في قلبها.
وانا هو يربي لها الحقد، لكن انا نتقرب منها باش تحبني، لكن ما حبتنيش لحد الان. الحقد تاعها هو اللي وصل حتى لهذا المرحله اللي دمرتني، دمرت عائلتي، دمرت وليدي، وبسبتها وليدي راه في السجن. حرمت وليدي في السجن. في السجن. المهم هذا ريان، هذا يعني عشرة عمري، كنت 19 سنة زاد وليدي ريان، راني مدة 23 سنة زواج، وليدي الآن راه في عمره 22 سنة. المهم احنا واش نديرو، قررت انا والزوج تاعي باش نعاود ونرجعو للجزائر. قلت له ما نقدرش نعيش بعيد على امي وعلى خاوتي. مشيتي في القبائل؟ اذا راك موافق. ياك قبائل؟ اه مشيتي عشتي في القبائل وغترجعي للجزائر؟ اها لا بالعكس. كنت عايشة في وهران. في وهران وترجعي للقبائل؟ في وهران ونعاود نرجع لبلادي، يعني بومرداس قبائل. قلت له نروح نعيش تما ومنا ومنا، لكن قبل هذه فتك في الهدرة دارت لي عفسة اللي ما نساهاش حتى نموت. يعني أنا والزوج تاعي متفاهمين الحمد لله، لكن هما يعني قدامنا دايما مشاكل، دايما هو دايما يضرب معاه، يقولها علاش ما نتعيشيش كيما مرت خويا. المهم واش دارت لي، كان واحد الشخص طردوا باباه من الدار، عايش برا، والزوج تاعي كونه يخدم السيارات يروح لعنده يعاونه، يروح لعنده يعاونه ويغيظه. ومن بعد قال لي أسيا، قال لي إذا حبيتي على وجه ربي وصدق على الوالدين يعني نوكلوه في هذا رمضان. قلت له يعني فرحتي أنا نفرح الناس، مرحبا. الحاجة اللي نطيبها يخرج له يأكل، اللي نطيبها يخرجها له يأكل، والحمد لله يعني هذا رزق الله. ومن بعد تفاهمت هي مع الزوج تاعها اللي هو سيد الخير، ما قلتش خير يعني مهما يكون، يعني بلا نزيد يا اخو رجلي، لكن والله غير كنت متعب كثير كي كان في السجن. نهار تاع اليوم تفاهم مع الزوجه تاعو وخلصوا واحد السيد، قالوا له دخل لعندها، استعمرها، دخل عندها لدار، ويعني القط لها صوره ماشي مليحه. وبعد هذا السيد حدا مع المخدرات ما جابش خبر، كسر عليا الباب، وليدي في حضني. ومن بعد نبكي 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 ونستغفر ونقول يا ربي كون معايا، راني في بلاد الناس، راني وحدي، ما عندي حتى واحد يحميني، يا ربي كون معايا. حتى الانسان هذا وقال لي سمحي لي سمحي لي، خيرك راه في كرشي ما نقدرش نقابلك. وانطلت دارجلي باش نتعرف معاه، قلت له استنى، قلت له ما دار والو، لكن دقيقة الاخرى تاب، يعني راه يقول ما نقدرش نآديك. بعد كي سمع من عنده الزوج تاعي قال له احكي لي بالتفصيل واش كاين، قال له خوك مع الزوجة تاعو يعني خلصوني 500,000 باش نوصل وين نخسر لها السمعة تاع الزوجة تاعك، كون نلقط لها صورة. راح هذا الجار هذا مع الزوج تاعي، راحوا لعند الامن، حكاوا كامل القصه، قالوا استعرف يعني هذاك السيد كشاهد لعند الدوله، قال لهم باللي فلان اللي قال لي على سلفي. زوج تاعي ما رجعش اللور، قال هذا شرفي، وانا ما كنتش راضيه، قلت له معليش، المهم ما صرا والو، سامحوا ومشي روحوا. لكن ما رجعش اللور، الدولة قالت خلاص طونك جيتو باش تشتكو ما تعاودوش تولوا اللور. حكموا على الزوج تاعي بعامين حبس. علاش؟ شنو دار الزوج؟ دخل على خاطرش استعرف وقال لهم باللي فوالا، وهو اللي حرض هذا السيد باش يتعدى عليا. راجلك علاش ما فهمتش؟ راجلك علاش يدخل الحبس؟ عاود. مشي راجلي سلفي هو اللي دخل الحبس. صافي اوكي. مشي الزوج تاعي. اوكي. لكن نهار اللي دخل الحبس هذه الزوجه تاعو حلفت فيا، قالت لي يعني توقعوا اي حاجه تصرا لكم مني انا. لكن قعدنا تما يعني ما
ما تأذينا من أذوها حتى لوحد الوقت يعني باش نرحلوا من بعده من تم. لا فامي تاع الزوج تاعي ملاح كامل معايا. بدأت تقلب على الأوراق تاع السكن، ما حبوش يمدوه لها. ومن بعد قالوا لها يعني عجوزتها وشيخة كي ماتوا، عجوزتي وشيخي أنا الله يرحمهم، يعني خلاو وصية باش الأوراق يمدوهم الأسياء لي أنا. ومن بعد عطوني هذوك الأوراق. بعد انا يا حرت كيفاش ندير، هضرت مع الزوج تاعي قلت له الاوراق راهم بين يدينا، تبيع السكنه ولا ما تبيعهاش؟ قال لي انا ماذا بيا نبيعها ونبعد على خويا. هضر معها الزوج تاعي لا تبيع الحق تاعها، قالت ايه صح، علاش حتى يعطوكم الاوراق ليكم ماشي لينا. الزوج تاعي يعني راح قانونيا، قلت له بلي ندوا حقنا بركو خلوا لهم حقهم هذا باش يعني حتى يا شيخي وعجوزني يكونوا مرتاحين ان شاء الله في الجنه. ومن بعد كل واحد ادى الحق تاعو، احنا غادرنا من ديك الوهران هذيك، غادرنا ورجعنا لبومرداس. اسكننا في بومرداس الحمد لله ديك المده 17 سنه، 17 سنة أنا ساكنين في بومرداس الحمد لله، يعني ما حتى خبر عليهم حتى لواحد الوقت. ابني تعرف على واحدة واللي كانت مبعوثة من عند هذه، تعرف عليها من عند مرات صخورة صحيت هي وبنتها، يعني كبروا، كبرت الطفلة بتاعها ورجعت تخدم مع بنتها. فتك في الحديث يعني هذه الإنسانة هذه تعمل السحر والطقوس الشيطانية بالنار. بالنار كنت صغيرة ما كنتش نعرف، لكن يقولوا لي لفامي والجيران بلكي منها ومنها. صارت واقعة قدامي اللي هي دارت السحر بين شيخي وسلفي، وين ضربوا بيناتهم على جال النصف تاع الدار اللي من هيه. ومن بعد يعني أنا أشوف اللي ماشي شيخي هو اللي يرمى ليسونس، لكن في العدالة من السحر تاعها رجعت شيخي هو المذنب وشعلت النار تما، وشيخي راح دخل الحبس مدة عامين على الباطل. وانا شفت باللي ماشي شيخي اللي حرقها. وبعد فطنوني كامل لفامي والجيران، قالوا لي هذه تخدم الشعوذة بالنار، هي كانت حابة تتخلص من شيخي باش تدي الحق تاعها من هيه تاع الدار. المهم شيخي مات، عجوزتي ماتت الله يجعلهم في الجنة يتنعموا هما وكامل المؤمنين. احنا ما قعدناش تما، اديت زاد عندي طفل واحد اخر، يعني عندي زوج اطفال، وبعدنا من تما انا وزوجي يسلمك طول عمرك. عشنا في رجعنا لبلادي وعشت لمدة 17 سنة الحمد لله يا ربي، عايشة مع قدام دارنا. قلت لك حتى وليدي تعرف على وحدة في الفيسبوك اسمها شيماء. شو هذا اسمها شيماء؟ لكن شيماء، لكن أنا كيفاش راني رايحة نعرف باللي مبعوثة؟ أنا درتها في راسي باللي مكتوب وخلاص. ابني كبير عليها بست شهور، وبعد كل دقيقة يحكي لي عليها، قال لي يا ماما وناني حاب نخطبها وحاب الحلال ومنها. قلت له وليدي، قلت له بلي اللي يعني اللي يحب الحلال مرحبا نهضروا مع والديها. قال لي هدرت مع الام تاعها، عطاتني واحد الرقم، قالت لي هدر مع باباها، كون الاب والام تاعها منفصلين. نشوف له هذاك الرقم يخلص 13. بعد ابني هدر داروا انترفون يعني راي هدر، قالوا السلام عليكم ورحمه الله، وانا نسمع يهدر مع اب شيماء. قالوا عمي، قالوا بلي ماني حاب نجي من باب الواسع، حاب نخطب بنتك على سنة الله ورسوله. قالوا شكون شيماء؟ قالوا ايه. قالوا وليدي عندك يماك، والله يا اخي بدر والله حاسبني على كل كلمه نقولها لك، راه بيناتنا ربي. قالوا عندك يماك؟ قالوا ايه. قالوا اذا عندك يماك يا وليدي غير هرب.
اطلب رضايتي لك. قال له وبعد وليدي عقل الصغار، عقل الصغار يعني ما انتبهش كيما انتبهت انا الام. ومن بعد قال له عمي قلت لك باللي راني حاب نخطبها. قال له وليدي اسمعني نصيحه ليك، الام تاعها مشعوذه على ام شيماء. قال له الام تاعها مشعوذه، قال له بسبت فروجه اللي هي ام شيماء بسبتها انا يما ماتت تدعي لي غير بالشر. قال له الغلطه اللي درتها انا ما تعاودهاش انت وليدي مع شيماء. قلت له لوليدي قلت له يرحم والديك ووليدي يشكره. وليدي ما حبش يشكره خطاش كان حب الطفله. قال له السلام عليكم وكوبا. قلت له وليدي له ما شكرتوش هذا راه ينصحك. قال لي لا لا النصيحه تاعو يخليها عنده، انا الطفله حبيتها. ما لقيت ما ندير، يعني الابن تاعي بغاها وهي تاني ضلت عيط له وضلت تهضر معاه وحتى انا تتواصل معايا تعيط لي امي. دوك الفاميليا تاعي والجيران يعني حتى هما ما كانوش راضيين بعلاقه ابني مع شيماء، يعني ما نقولش من الطبقه تاعو يعني يعني الهضره عليها والتصرفات ومنا وانها تخدم السحر والسمعه تاعها ماشي مليحه، يعني ما حبوش لا فامي تاعي ما رضاوش بهذا النسبه. لكن انا واش درت، ولاول مره راح نحكيها على بالي بلي يكونوا لا فامي راهم يسمعوا ويسمحوا لي. الله غالب بالكبده. دوك انا يا وليدي نشوفوا راه حاب الطفله ورحت بلا ما نعلم حتى واحد، لان وليدي وهذه شيء ما خفت يتهوروا. رحت بلا ما نحكي ما نقول حتى الواحد، انا مع زوج بناتي. وقالت لي ما أرواحي باش تخطبيني شي، ما تقول لي يما الله يرحمها وماما يقولوا ماتت. رحت لدارهم خطبتها من عند يماها وزغرت باش الناس كامل يسمعوا. رايان وشيما فرحتهم الحمد لله وفرحنا معاهم راهي خطيبته. لكن هنا بدات معاناة وليدي، يعني المعاناة تاعي حكيتها لك، المعاناة تاع وليدي بدات منها. كي قال لها نعم نكمل تسمعك كملي طول عمرك شكرا. بعد المعاناة تاع ابني بدات منا، هو يعني دار نيته للزواج ونوجدوا له يعني دار شامبرا، وهو نقول له دايما وليدي راح تخدم مع باباك باش الله يملك. ومنا نهار لي يخلص يخدم منه من المسكين، نهار لي يخلص يقول لي يما رواحي نشري لك هذيك شي هذيك. نقول له وليدي اللي تجيبهم لي زيدهم في مرتك، معليش انا عندي راه يجيب لي باباك، جيب انت لمرتك باش تفرح، ما تخليها تحتاج حتى الواحد من غيرك. يفرح مسكين. ومن بعد قال لي صحيتي يما، وانا نزيد له نقول له هاك مد لمرتك. حتى وصلت وين شيماء دايرتها صاحبتي الله يرحمها تهدر معايا في الخاص، تقول لي يما هكذا تسقسيني، نقول لها بنتي تقول لي ماما كتبي لي شعر، نكتب لها نقول لها حاولك الشعر هذا بحثيها الرايان زيد يحب اكثر. لكن بنتي نوصيك تقول لي وش يما، نقولها ما تحضريش مع الرجال في الخاص، يعني ديري حسابك باللي رايان راه دايما يدخل يشوف، ديري حسابك باللي ربي راه يشوف هكا باش تكوني صافي بينك وبين ربي وراجلك يحبك. قالت لي اوكي يما تسمع النصيحة مسكينة، ودايما تشتكي لي من يماها تقول لي يا يما تقول لي تبعث لي لطريق العوجة، تقول لي سلكيني منها مانيش حابة نعيش مع يما، تحكي لي تفرغ لي قلبها، تقول لي تبعثني لطريق ماشي مليحة، وتقول لي روحي جيبي دراهم، تبعثني للجامعة تقول لي روحي تطلبي، خطرات يعطوني دراهم خطرات ما يعطونيش، نهار اللي ما يعطونيش تضربني تقول لي بمن نشري الدخان حاشكم، كونها يمها تكيف وتشرب سمحوا لي على هذه الكلمة راب. اذا يعني هذا بالحديث تاع شيماء تقول لي بلي فوالا واش كاينه واش كاين. لكن انا واش درت، قلت بالك الطفله راهي زعفانه على يماها راهي تهدر هكا برك. سقسيت الجيران يعني اكدوا لي خبر شيماء صحيح، يعني واش راهي تهدر شيماء ماش تزيد على يماها.
يعني السمعة تاعها عند يعني كينة منها. حتى ذاك الزوج تاعها اللي هدر معاه وليدي جات نفس القصة، يعني كامل يهدروا نفس الشيء. كيفاش راح نخبر وليدي باش يجبد روحه عليها وهو يحبها؟ هاني نهدر، عفوا أنا نهدر مع وليدي ونقول له وليدي انت هادي راك ناويها لدارك؟ قال لي ايه يما. قلت له وليدي، قلت له يعني لو كنت تسمع عليها كاش حاجة تكمل تفونسي ولا تولي اللور؟ قال لي كاين اللي نتحمل نفونسي نجوزها لها، وكاين اللي ما نتحملش نولي اللور. يعني انا اللي فيه هو الصح. قلت له وليدي يعني حتى واذا كانت من عندي ماها وتستعمرها ومنها. قال لي هكا نوقف معاها. قال لي ما لا نقول لك حاجه يما. قلت له شنو؟ قال لي اني حاب نكسب بها اجر الطفله هذه، راني حاب نسترها نبعدها على طريق اللي خطيه، يعني طريق بعيده على ربي. ولبسه تاعها بدلها لها دوك نشوف الا راهي موافقه. هدر معاها قالها بلي راكي حابه باش تبدلي حياتك، واذا راكي يعني حابه ما نفرضش عليك باش ديري الجلباب وما تخرجيش من الدار. قالت له ايه. قالت له انا كي نحبك. قالت له راني موافقه. أي على بركة الله. دوك انا وليدي بقى يهدر مع النسيبه تاعو. عطات له شرط. انا كنت حاسبه الشرط هذا الدراهم ولا، لكن هي واش قالت له؟ قالت له نعطيك شرط باش تعقد مع بنتي، تعقد معاها لمده شهر وتعاود تطلقها. وليدي رفض الموضوع. قال لها خبريني علاش، لازم نعرف علاش حد كي الطفله انا نحبها وناويها لحلال ماذا بيا نكمل حياتي معها كامل، علاش تعطينا انت شهر؟ علاش يعني في يد ربي ماشي في يدك. قالت له لا لا. قالت له انا طفله ماشي خسرت عليها دراهم وكبرتها وهذا الزين ولا طيب باش تخليها لي انت في الدار مخزونه وفي الكوزينه وتعاوني معاك. انا بنتي تعبت عليها باش كي تكبر تجيب لي دراهم. هنا وليدي بدا يتوسوس. قالها كيفاش تجيب لك دراهم؟ قالها كي راهي تروح تطلب في الجامع. وكان وليدي يمد لها دراهم ويشري لها حتى الدخان ويقول لها هاكي عطي لي ماك. الوقت اللي فما يمدولهاش الناس ما يحبهاش باش تضرب له وخاطبته، يقول هاعطي لي ماك وما تقولي لهاش انا اللي مديت لك. المهم ام بعد الشرط هذا اللي عطاته له، قالت له طلقها بعد الشهر. قالها علاه؟ قالت له باش بنتي تخدم عليا. قالها انا نقول لك باللي الطفله كي نديها ما نطلقهاش غير الموت اللي تفرق بيناتنا، وبنتك تكون مرتاحة وفرحانة سعيدة عندي في داري، وباش تقولي تخدم أنا نوعدك باللي أنا نخدم في بلاصة مرتي. مرتي تقعد في الدار معي ما، وأنا نخدم في بلاصة مرتي كل شهر. أنا نعطيك الشهرية اللي نمر موت بدها لك شيء، لكن مرتي ما تخرج. قالت له لا لا. قالت له اللي تجيبهم لي انت في شهر أنا بنتي تجيبهم لي في النهار. وليدي زادت وسوس، وأنا كنت خايفة على وليدي غير نكلمي فيه. دوك انا نكلمي فيه وليدي بغيت لها الخير لبنتها، مي هي راهي تفسد العلاقه بيناتهم وراهي يعني على بالي وراهي راح توصل، راح توصل مع علاش هذا الزوج متحابين وهذا الام هذه دخلت في بيناتهم، يعني ماشي ما دخلتش للخير. لكن انا حرت معها من شكون اللي نعطيه العقليه الا نفهم الصغار ريان وشيماء باش يتكلموا، ولا نزيد نفهم ديك الام هذيك اللي هي كبيره عليا نورمالمون هي اللي تفهمنا. لكن ولات تامر في بنتها مع انه يعني شيماء تحبنا وتعيط لي يما وتبغي وليدي. انا دوك واش صرا من بعد ما نديرش عليها خاطرش كانت وصتني شيما. قالت لي يما نوصيك حاجه. قلت لها وشنو بنتي؟ قالت لي اذا شتيني درت عليك ودرت على ريان ما ديروش عليا، هذا تاثير تاع السحر. المهم ديروا في حسابكم باللي نحبكم بزاف بزاف، كاع كي نموت نديكم في قلبي. لكن وسوستني الطفله، بعد كي وسوستني خفت عليها. قلت له وليدي مالا اذا كان انت راك ناوي الحلال وليدي خلينا نزربو نجيب الطفله لعندي. حسيتها ما راهيش مليحه خفت عليها. لكن جات الام تاعها اشطر مني،
مع انه هذا ماشي شطاره. راحت ديكلارات بوليدي اشتكيت به، قالت لهم باللي هذا تعدى لي على بنتي. تعدى عايشتنا في جحيم، يعني لبكى الليل ونهار على ريان، ما نقدروش نتحملوا فراقه. الام تاعي للان راهي مريضه في فراش من ريان، محبوب عند الجيران، محبوب عند كبير عند الصغير. انا اقول لك هذا الهواء اللي راني نتنفس فيه، هذا نفسي. راحت شتكيت به، دخلوه للحبس، لكن ماشي حبس غير تحقيق برك للسيلون، حتى تثبت الورقه تاع الطفله صحيحه ولا لا. داو الطفله للمستشفى باش يجوزوا لها، لقاو الورقه تاعها ماشي مليحه. نهضر في وليدي ونشوفه بلي لا وليدي راه رايح، لكن راي وهيلي انا براسو يقول لي يما ما تخافيش وليدك راجع. يعني دوك شكون اللي راني رايح الامن الى العداله ولا الورقه ولا وليدي؟ ومع اني انا ما عنديش شك في العداله، لكن في قلبي وليدي سبق. انا كي هز راسو قال لي ما درتهاش، امنت وليدي ديركت الورقة تاع طبيب وكذبتها. كذبت أي واحد، أنا مأمنة وليدي. وبعد تزيد قدامه شوية باش يعنقني، قال لي يما، قال لي باللي انتي تعرفي وش ربيتي، أنا ما غلطش وما نغلطش بإذن الله، أمنتو لكن نخسر في شيء ما نخسر في يمها باللي راهم متفاهمين على وليدي، خطأ شيء ما دارت مشي هذيك هي اللي كانت تحبه، دارت لكن وصتني قالت لي عذريني. تواصلت معها في الفيسبوك وبالرسائل، راني بعث لك كامل الرسالة تاعها اللي بعثتها لي. كتبت لي قالت لي باللي يا يما سمحي لي ظلمتك انتي وريان، هكذا بالحرف الواحد. ريان ما دار والو وعذروني نخاف من يما، وهي اللي قالت لي دخليه للحبس وحصلي فيه. قلت لها هكذا؟ قالت لي ايه. قلت لها بنتي انا دوكا واش نقدر ندير، لو كان نروح نقول لهم نسلك وليدي، لكن انتي راني خايفه عليك من يماك، يعني ما قدرت ندير والو، خايفه عليك وعلى ريان، اذا سلكت واحد يروح لي واحد. قالت لي معليش، قالت لي فوتي سلكي لي ريان، ما نقدرش نتحمل يكون في الحبس. قلت لها بنتي واش ندير؟ قالت لي ادي الرساله تاعي هذه للجوج. لكن انا واش درت؟ خفت من خوفي انا. هي تواصلت مع المحاميه تاع ريان، تواصلت هي راحت لعندها للمحكمه تقلب عليها. شيما اللي راحت للمحكمه تاع بومرداس تقلب على المحاميه تاع وليدي، كي شافتني انا ما قدرتش نافونسي، يعني انا واش وليت نخمم، قلت بلي معليش وليدي راجل يدخل الحبس ويخرج، لكن طفله خفت عليها من امها. من بعد ما كشفتني انا ترددت، هي راحت للمحكمه وحكيت مع المحاميه تاع وليدي، عيطت لي المحاميه قالت لي جات شهاده وهاد الشهاده تسلك وليدك. قلت لها شكون ها شي؟ ما قالت لي ايه. قلت لها يرحم والديك كتبي من تحت في سريه تامه باش الطفله ما تنهلكش. الحمد لله المحاميه كتبت في سريه تامه، والجوج كي بدا باش الوقت الشرعه تاعهم وقفت الام ووقفت شيماء قدامها ووليدي، وحنا كامل ثم وليدي بلي مينوت يخزر فيا ديك الخزره تاع يما راني مظلوم. لكن يعني وحيت له قلت له اقرا القران، راني نقرا ونخمم وليدي بالادعيه. ومن بعد وصلت. الو عافاك، خليك في شي بلاصه فيها الكونيكسيون. الو خليك في شي بلاصه فيها الكونيكسيون. الو هاكا راك تنسمعك. نعم هكذا راك تسمع. تنسمعك. القصه ديالهم معروفه في الجزائر، هاد القصه اللي جات تعاود راه مشهوره في الجزائر. الو راكم تسمعوني؟ تنسمعك. الو تسمعيني اسيا؟ اخوان تسمعوني عفاك كلشي برك العقليب. اسيا
اسيا. الو تسمعيني؟ الو انا اسمع. انا صوتي تقطع، صوتي تقطع شويه، الا كان ممكن تمشي شي بلاصه فيها كونيكسيون. وهاكا راك تسمعوني؟ تنسمعوك مزيان دابا، تنسمعوك مزيان. يرحم والديكم، بارك الله فيكم. كي كنا في الجلسه ام بعد عطاو الكلمه القداده في الرجاء ام شيماء، بدات تهضر، قالت له بلي فوالا وتعدالي على بنتي وراني نطلب دراهم غرامه 50 مليون، وراني نطلب من العداله تجيب لي حق بنتي وتدخلوا للحبس 5 سنين. لكن الجوج راهي عنده الورقة، راه يقرا اعترافات تاع شيماء. يعني ما شاء الله، يعني تفهم الوضع. ومن بعد الابن تاعي كان ما سمعش بالورقة تاع شيماء اللي دارتها باش تعاونوا، ما قلتلوش، خفت يكشفها تما في الجلسة ويقول لهم يعني هاي دارت لي ورقة. من بعد الام تدور على بنتها، ما قلتلوش، خليتها في سرية تامة بيني وبين شيماء، بين المحامية والجوج. من بعد وليدي من العنف يعني من الزعاف ومننا، وعلى باله باللي ما دارهاش، قال له هي إلا قالت لك 5 سنين مع الشاف شيماء زادت مالت لجهة أمها. قال له سيدي الجوج، قال له إذا هي طلبت 5 سنين أنا نزيدك 5 سنين من عندي، نعقب 10 سنين وما تدخلش لداري. من بعد أنا نحلل في وليدي ونقول له وليدي لا ماشي هكا ماشي هكا. من بعد يعني قالوا لنا بعد أسبوع تسمعوا الحكم. الحكم هذا كيفاش كان؟ كان ألو راكم تسمعوني؟ تنسمعوك. شكرا. الحكم هذا كان يعني غرامة 20 مليون وسورسي، يعني غير نافذ، عام غير نافذ. الحمد لله يا ربي في العدالة، الحمد لله في ربي هو سبق وشيماء العدالة. المهم خرج وليدي، لكن قبل ما يخرج في وسط الجلسة حلفت فيا قدامهم كامل، قالت لي سلكتي وليدك دكا كي مينار، كي وصل ماجر تشوفي في الروجة واش دير. لكن أنا من ديك الفرحة ما انتبهت لهاش لهذه الكلمه، حتى من بعد باش وليت نطلع ونهبط، ومن بعد ولات تهددني ولات تدير لي مشاكل بزاف، رجعت لديك الكلمه اللي هددتني بها. من بعد وليت عايشتني في دوامه تاع حزن، وليت ماكله نمد بالزياده لوليدي، الريان نمد له كثر من خاوته، نغطيه نزيد له الغطا كثر، نحب نغطيه نخاف يعود يبرد. علاش؟ خاطرش حلفت فيا قالت لي وليدك والله غير نسكنه لك الحبس ولا القبر. دوكي حلفت فيا هكا والناس قالوا لي هذه مشعوذة، خفت على وليدي ما نكذبش عليك، وليت نحب نشبعه بزاف ونغطيه ونقول بلك وليدي بعد عليا. وليدي واحد اخر قال لي يما راكي تهلا غير في رايات، راكي تمدي له اكثر مني. لكن ما نقدرش نقول له الشيء اللي راه وجعني في قلبي، لكن قلت يا ربي اجعلها خير. حلفت فيا وراني نسنى، وصلت وقت وين وليدي تبدل علينا كامل. شيء ما خطره تكون مليحه خطره لا. ومن بعد نهار اللي كانت مليحة عيطت لي، قالت لي يما سمحي لي، قلت لها راني عذراتك، قالت لي راهي دير ملابس، يعني واحد الملابس تاعها تاع ريان ديرهم في كونجيلاتور، قالت لي وراهي تجيب واحد الورق تحرقهم، يعني كل يوم تحرقهم هكا صباح، ومن بعد تروح عند واحد المشعوذ. قلت لها بنتي ما تعمريش راسك بهاد الخرافات، شدي في ربي وما تقعديش بنيتك معها، روحي ارقي قرعة تاع الماء ودايما الشربي، وخاصة صلاتك بس كي تكوني تصلي ما تلحقكش بالآذية. لكن قالت لي بلي ما تخلينيش نصلي،
ما تخلينيش نصلي ودير لي في السحر وتديني الوهرم ودير لي السحر، لكن مش من هنا. قال لي كاين في وهرم وانا نصداري في وهرم. هنا بديت نتوسوس، لكن شيماء قالت لي حوزتني من الدار. قلت لها بنتي، قلت لها دوكا وين راكي؟ قالت لي يما راني حابه نجي عندكم. قلت لها سمحي لي يا بنتي ما نقدرش على خاطرش نخاف المشاكل تاع يماك، تجيب لي الدوله وتقول بنتي مينار راهي عندها في الدار. انا نخاف الله غالب، يعني الانسان يمشي قانون باش يعيش مهني. قلت لها غير سمحي لي. قالت لي حوزتني. قلت لها وين راكي دوكا؟ قالت لي راني في الزنقه. قلت لها بنتي ولي للدار وطلبي سماح من يماك، مهما هي غلطه لكن امك ارحم من برا. قالت لي ما نقدرش ومنا، وراهي تعيط لي، راهي تسبني، راهي تعايرني، تخسر لي بالكلام، وطلبت مني واحد شيء. قالت لي لازم تروحي لواحد البلاصه وهكاك نغدر رايان، ما قدرتش. المهم قلت لها بنتي شوفي، الحل الوحيد تدخلي باتي في الجامعة وما تباتيش برا، خاطرش لو كان يعني الجامعة فيها نفوس رحيمة ماشي كيما تكوني برا. وغدوة إن شاء الله روحي لعند الدولة عند الأمن وما يتكسبوا بك، يعني يقولي لهم باللي واش صرا لك باش ما يصرا لك ولو برا. هما يحضروا معي ماك ولا ياخذوا يعني ياخذوا الاجراءات تاعهم، ماشي كيما انا تجي عندي وبعد ديري لي المشاكل. ماشي انت يعني ما دير لي المشاكل. فهمت الوضع، مسكينه باتت في الجامع. غدوه من ذاك والله ما على بالي لا راحت لدارهم ولا للدوله، العلم لله بس ما كانش معايا تواصل معايا. بعد ولات تعيط لي يماها تهددني وتقول لي وليدك نجيبو عند رجليا كل كلب، حاشاك وحاشا قدر الجميع يعني المستمعين. لكن انا يعني نرقي ليا، نرقي لداري لولادي وندعي الأدعية ومنا، لكن بقات في يدك الرهبة ماشي عليا، بس انا نتحمل اي حاجة، خفت على وليدي. ومن بعد وراه ريان ما كاش، عيطت له شيماء في التليفون قالت له اروح راني برا وكاين ناس عم يتعدوا عليا يضربوني منا. ريان راه رايح، ضحك له قال له ما عندك وين تروح. سمع كلام باباه خرج قال لي ما نروح. قلت له لا وليدي سمع كلام باباك ما تروحش. قال لي ما قدرتش نخلي شيماء برا، نجيبها. قلت له لا ما تجيبهاش نخاف المشاكل. قال لي يعني يا نقعد معها برا نحميها. قلت له وليدي خفت عليك. قال لي ما انا تاني خفت على شيماء. لكن انا هدرت معها في التليفون قلت لها بنتي على وجه ربي روحي لداركم بلا ما تخرجي لي وليدي برا، خفت على وليدي، ولي لداركم مهما يكون امك ما يشرح تأذيك. وش قالت لي؟ قالت لي انتي لي ما تأذيش ولادك، انا امي اذتني وكملت. يا رسول الله وش راح ندير؟ خفت على وليدي. قلت له وليدي، قلت له ما تروحش، لكن اصر باش يروح. قال لي ما قدرتش اخرج. بعد راح لعندها، كي راح لعندها وين راه ريان وين راه ما كاش، وحتى سمعت راه في وهرن. وليدي وش داه الوهرن؟ مع انه يعني جبته صغير من وهران ما يعرفهاش، ما يعرفش حتى طريق من جامي راح. وزيد بزيادة وليدي ما كانش يعني خارج طريق ولا يتكيف ولا يدير المخدرات ولا لا، لكن وليدي انقلب. مشي هذا هو ريان اللي ولدته، ما عاود ما نباليش الجسم ريان لكن عقليته أخرى. من نهار اللي راح يعني راح معاها الوهرن، حبيت نعرف وش سر في هذا الوهرن، علاش راح؟ لكن هي داتو شيماء وراحوا الوهرن. علاش داتو؟ هذه اللي حابه نفهم وحابه نفهمكم انتم. داتو وكنت نسمع باللي هذيك السحارة اللي حلفت فيا اللي هي زوجة سلفي، هي وهرانية سحارة وهي علاقة مع أم شيماء.
يعني يستدرجوهم باش يجيبوهم الوهران، عندهم سحار كبير في وهران، يرجعوا هذو اللي يديروا لهم السحر يشولي يمشوهم بتليكوموند، يدير هكا أرواح منا يعني يطيعوهم يسمعوا لهم. حتى لقيت شي ماما قوة السحر اللي داروا لها، راحت الوهران وزادت ذاتي لوليدي معها الوهران، وليدي من اللي راح الوهران نقلب مشي هذاك هو، شي ما مشي هذيك هي، لكن حتى روطار باش فهمت هذا الشيء. ولو كان عرفتوا ذاك الوقت نحكمهم في زوج ما يبانش بأي طريقة ما خليهمش يروحوا. المهم رجعوا من وهران، كي رجعوا من وهران وليدي وراك وليدي توحشتك أرواح، تعيط لي أم شيماء تقول لي وليدك نسايح، قلت لها كاينة أم تنسى وليدها؟ قالت لي إيه، إذا ما كانش في العالم كامل أنا اللي نسيك في وليدك. قلت لها ما تقدريش معايا ربي. قالت لي صراحة، قالت لي ملا دوك تشوفي في الروجة واش تدير، لكن كل دقيقة نعيط لوليدي، نخرجوا برا كي نهبل أنا ورجلي وولادي وقلبوا على وليدي وين نلقاوه وين نلقاوه، ما كانش. رمضان جوزتو بلا وليدي، بعداتو عليا 8 شهور وليدي ما شميتش ريحتو. جوزت رمضان بلا وليدي، ما نكذبش عليك ما نحبش نطيب، نقول وليدي بلك راه جيعان، نطيب لهم هكا خفيف خفيف، وحتى الماكلة ما ناكلهاش صمت لي كلش، وليدي ماشي معايا. نبكي في الصلاة، نبكي ونقول يا ربي يا ربي انت اللي عطيت لي رايان حاوي ترتهولي، حتى وين يعني كملت صلاة الأولى ريحت شوية نسبح، صونا التليفون رفتو، قالوا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. قالت لي أنا نادية من دينكم. قالت لي وهذه البلاصة، هذه البلاصة وين تسكن شيماء ويماها؟ قلت لها أختي ما نعرفكش. قالت لي ماما أنا ما نعرفكش بصح حكايتك غاضتني، قصتك يعني غاضتني بزاف، وسرقت الرقم تاعك من هاتف تاع فروجة. قلت لها أختي وش كاين؟ قولي لي غير الخير، علاش عيطتي لي؟ أنا خفت أي راح تسبني، بس كم مرة تبعث لي صحابتها يخسروا لي بالكلام. قلت لها أختي غير الخير، يعني قلت في قلبي إذا أنتي زيدي كملي وخلاص. قلت لها غير الخير. قالت لي أختي، قالت لي أنا حبيت نساعدك. قلت الحمد لله، هذه دعمتي لي دعيت ربي. قلت لها كيفي ما تساعديني أختي؟ قالت لي باللي أجري على وليدك، راي دايرة توكيل كلب حشاكم عند الباب. قلت له وليدي ريان؟ قالت لي ايه. قالت لي باللي راهي دايره السحر وراه عند الباب تاعها، باش كي يجوا رجال عندهم هو اللي دافع، مع انه وليدي عنده الجسم تاعو ما شاء الله. قالت لي يعني هو يدافع عليهم هي ويماها. ومن بعد بديت نبكي، قلت ما نقدرش نسلكو، يعني بلاصة هذيك ما نقدرش نروح لها، ما نقدرش نروح في الوسط النساء دايرين هكذاك ما يخافوش ربي، مع اني راني على بالي بلي وليدي راه في ديك البلاصه، لكن ما قدرتش نروح له. راني ندعي ربي، قلت يا ربي يا ربي لو كان نبعث رجلي ولا خالتي يعني تصرى الخساره تما، وباش نروح انا بلك يحكموني كاش ما يذكروا فيا. يا ربي انت ملجئي الوحيد، يا ربي سلك لي وليدي. بعد قالت لي هاد المرأة، قالت لي عندي حل. قلت لها وشنو هو الحل؟ قالت لي كاين واحد طالب هنايا في رويبة عند الرومبا، كاين واحد الطالب يعاود يرد لك وليدك اللي عندك. قلت لها اختي هذا الطالب وش معناتها يعني بالقرآن ولا يرقي؟ قالت لي لا لا. قلت لها يعني وشنو السحر؟ قالت لي ايه. قالت لي المهم يولي لك وليدك. قلت لها وش راكم تهدروا؟ انا ما نقدرش ناصي ربي على جال وليدي، صح وليدي عزيز وغالي، لكن ربي عزيز على وليدي عندي في قلبي، ما نقدرش انا على جال وليدي نخسر ربي. قلت لها ربي اللي عطاه لي، ربي اللي يرد لي رايان. قالت لي ما قالت لي عمري في حياتي ما شفت ام كيما انت يا قاسيه، ما يهمكش وليدك. قلت لها صحه بقى على خير. كبيت بديت نبكي، وليت للصلاه قلت له يا ربي نحبك اكثر من ريان،
مهما توحشت وليدي وتوحشت ريحته، لكن نحبك يا ربي انت اكثر من ريان. عاوني والله والله والله، حسبوني بربي. قعدنا يومين حتى وليدي جابوه لي، لكن ما كنتش داير حسابي باللي جابوه لي حي يمشي. قدرة ربي الحمد لله، كانوا ولاد الحومة، ولاد يعني الجيران والحباب تاع خواله والحباب تاع وليدي، كانوا جايزين من ديك الحومة وسمعوا باللي ريان راه ثم. قالوا لي خرج ريان، راح للمخبز يشري الخبز، وحكموا هادو الحباب، داوه يدوش، داوه للجامع رقاولو، وعاود ولا جابوه لي يمشي. الحمد لله يا ربي، يعني شديت في ربي وما خسرتش ربي، لكن ربي ما خسرنيش في وليدي. جابوه لي يمشي، نشوف فيه وكل بالك حتى ماشي رايها، لكن يبكي وهبط الرجلية حشاكم يسلم على رجلية ويقول لي يما سمحي لي، ما كنت فايق. جازت هذيك المدة، لكن جزت هذيك المدة راح نحكي لكم تاني واحدة أخرى. تاني وليدي زادت، بس قربي عفاك الميكرو شوية، قربي شوية الميكرو عفاك. ألو، أها قربي الميكرو، هاك دارك تسمعني أخي بك. لا تسمعك. أها شكرا. فاتت هذيك المدة وقعدت مع وليدي نحيد الوحش تاعي مع وليدي ونحوسه ونفرحه. بعد عودت زادت جبدته لها بالسهر، عود ولا حتى لعندها ولا لعندها، وهذا الخطر عطت لي شرط كبير. نقلب على ريان وراح ما كاشو. وليت نعيط، شيء ما تحبش ترفد عليا، دارت عليا. بعد نعيط الجيران ثم أقولها تعيش يا أختي شوفي لي وليدي لا رسم، لكن أكدوا لي الخبر باللي وليدي راه عندها. بعد باش نعيط لها، والله حاسبني بربي غير عفت الرقم تاعها نعيط لها. هي عيطت لي قالت لي توحشتي وليدك ولا مازال؟ قلت لها راه عندك هذه فروجة، قلت لها راه عندك وليدي ياك. على بالك اخي بدر شحال في عمره؟ كان 17 سنة ذاك الوقت، وشي ما اقل منه بست شهور. من بعد قلت لها وليدي راه عندك ياك؟ قالت لي ايه. قالت لي كي تتوحشيه قولي لي. قلت لها لو جه ربي خطيني خطي وليدي، يعني انتوما كيفاش راح تقابلوا ربي يعني في الاخرة؟ ما تخافيش من ربي كي راكي ديري سحر وتبعدي وليدي عليا. قالت لي نبعث لك وليدك. قلت لها صحيتي، ما حسبت لي حبتني، ما على باليش نسات تابت هكذا، يعني كنت دايره حسابي قلت بالك هداها ربي. قالت لي نبعث لك وليدك. قلت لها صحيتي، واللي فات مات، يعني كل واحد يشد وليده عنده يرحم والديك. أني نهدر معها هكذا بدأت تضحك، قالت لي آمنتي انتي اش حنية؟ قلت لها علاش وش كاين؟ قالت لي عندي شرط باش نعاون نعطيك وليدك. قلت لها وشنو الشرط؟ قالت لي تجي شيماء في طنوبيل قري رمادية، يعني رمادية. قالت لي تجي في طنوبيل أخرجي لعندها، وإذا وافقتي بالشرط تاعي نبعث لك ريان. قلت لها معليش فهميني برك الشرط هذا وشنو، هذا مكان وشنو؟ قالت لي تجي هي مع راجل في الطنوبيل، روحي معاهم وما تقولي راجلك، ما تقولي حتى الواحد، روحي معاهم. قلت لها الصحة معليش روح معاهم مين؟ قالت لي تجي لهنا عند وليدك. بعد سكت شوية، يعني هي التفكير تاعي راني نفكر لو كان نروح معاهم نسلك وليدي ونهربو، لكن خفت الروح دير لي كاش خطة. قلت لها لا معليش ما نجيش. قلت لها بالصح وكل عليك ربي. قلت لها وربي اللي عطاني ريان هو اللي يسلكهم بين يديك. قالت لي انت يا تحبي تفهمي بزاف وخشنتي راسك، يما لا شوفي تطلعي في الطنوبيل وتروحي مع شيماء
وديري واش نقول لك مع داك الراجل وشي مات في الميكسي لورايا ما تزيديش تشوفيه. ها الو حطتني في موقف صعب يعني حطتني يا نخسر وليدي يا نخسر ربي. هكذاك ما ترددش وما وليتش نور ولا المرة الثانية نخسر ريان ونكسب ربي. أنا بني ربي نطول عمر ريان وطول عمري رايح يسمع هذا الفيديو، لكن نطلب منه السماح يسمح لي وليدي لخطش فضلت ربي عليه ما غالب. قلت لها لا قلت لها ما نروحش. قلت لي هكذا قلت لها ايه. قلت لي ما لوليدك نسكره لك القبر ولا الحبس. قلت لها ما ليش راني صابرة قدر ربي، إلى ربي كتب له لوليدي الحبس ولا القبر نصبر ما ليش وما نخسروش. أم بعد كبت عليا خرجت بنتي تجري قالت لي ماما طنوبيل قري ماما، قلت لها دخلي دخلتها وغلقت الباب خفت. غدوة من ذاك جات شيماء لعندي للدار ونخزر فيها هكا مين ما فتحت الباب غير من القريات كنا نسكنوا في ليشالي. نخزر فيها هكا نخزر في عينيها إذا راهي مليحة معايا ولا بعثتها لي راهي مسحورة. قلت لها واش جيتي تحوسي؟ قالت لي افتحي الباب وراه ريان. قلت لها ريان راه عندكم؟ قالت لي لا قالت لي التليفون تاعي داهو لي ريان. قلت لها كيفاش دالك تليفون ريان حبيتو تهبلوني؟ قالت لي ايه. قالت لي ودوك نشتكي عند لابوليس ومنا. قلت لها شي ما روحي على خاطرش راكي مسحوره ماشي انت اللي راكي تهضري. الله يرحم والديك روحي عند يماك. ديتوني وليدي ومازال. قالت لي افتحي الباب وبدات تضربني بالحجر انا وبناتي. تضرب بالحجر تلفد وتضرب وانا نتخبى بيدي نخبي على ريسان بناتي وندخلهم نقولهم ادخلوا قاسلي بالحجره. ومن بعد حتى لحقت يماها. قصة معروفة في الجزائر أول مرة لكن بابي ما فتحتوش تاع الحوش يعني. معروفة. دخلت بالخف للشالي دخلت بناتي وراني نظلم الثقة فيها البارودار. واش تقول؟ تقولها بلي كلها ماما جاو لابوليس ولا مازال؟ قالت لها رحت لعندهم وما حبوش يجوا. يعني دارت خطة مع يماها بلي احنا سرقنا لها تليفون ولا تجي عندي. قالت لي فتحي لي الباب يعني بالملاحة باش كي ندخلها. الأخرى شتكات يماها في لابوليس باش يجوا لابوليس يلقاوها عندي في الدار وتباصيني. لكن ربي معايا دايما الحمد لله. ما جاوني لابوليس ني والو. بعد ولاو يصبوا ليهم هكا الجيران وحاوزوهم راحوا الحمد لله. لكن مازالني بلا ريان ما نرقدش الليل نخمم ونقول بالك وليدي يعني راهي ضرب معاك كاش واحد بالك دوك يقيسوني بالموس بالك. لكن عاودوا لها ريان ووجهه مقطع. راح يدافع على شيماء وضربوه لوجهه البصمة في وجهه. لكن قلبي يبكي وضحكة في فمي باش ما نخلعوش نقول له معليش عمري معليش وليدي تبرا وليدي تبرا حنوني ما تقلقش روحك. شدة وجايزة يعلق فيا ويقول لي يا إما سمحي لي يا إما سمحي لي. قلت له معليش كبدي معليش المهم الحمد لله كي راك عايش الحمد لله يعني كي وليت لي. جازت مدة أخي بدر جازت مدة وليدي بعد على شيماء وجات كان يهدر في الفيسبوك حتى قال لي يما. قلت له شنو وليدي؟ قال لي ما عندي يا اخي عمي في وهران.
قلت له ايه وليدي، انا دايما نحكي لكم وقول لكم عندكم عمكم في وهران وحتى باباكم يحكي لكم. قال لي واحدة اتصلت لي في الفيسبوك وقالت لي خطش وليدي كان كاتب الاسم واللقب تاعه. تواصلت معه واحدة قالت له بلي انت واسمك هكا هكا. قال لها ايه. قالت له انا نقلب على وليد عمي سكو في بومرداس انا من وهران. وبعد قال لي واحدة راه يدخل هكا. قلت له سير ما تكون بنت عمك. ما درت فيها بلي مازال في قلبهم الحقد والكراهية وما خلاص يعني اللي جاز راح ونبدأ صفحة جديدة. كبروا ولادنا ما نكبروهمش في ذاك الحقد هذاك تاع زمان وخلي دراري يعيشوا. قلت له ايه بنت عمك هذه سور. قالت له راني نقلب على عمي واسمه هكذا ومرت عمي واسمها اسيا وعايشين في بومرداس. قالها حنايا انا اللي واسمني ريان ويما واسمها اسماء وبابا هكا. قالت له راني حابه نشوفكم وحابه نشوف عمي. الجيران هنا ولا فامي كامل يهضروا على يماك وباباك يهضروا بالخير وكامل يحبكم. راني حابه نجي عندكم. قال لي يما راهي حابه تجي عندنا. قلت له مرحبا داري مفتوحه لكل واحد. جات لكن جات هي وحدها ما جاوش والديها. الطفلة في عمرها 18 هكاك مهم صغيرة. جات بعد وليدي رحب بها منا ورجلي كامل العائلة مرحبا ومنا لاباس علينا. لكن انا دايما نسال نقول بنتي على بالها يماك وباباك بلي جيتي يعني ما قالوا لك والو منا. قالت لي لا ما قالوا لي والو انا يما اللي قالت لي روحي بصح بابا ما على بالوش بلي جيت. علاش باباك تو كيبقى مقلق منا. قلت لها معليش هاكي هضري مع والديك نعطيها تهضر معاهم منا وتهضر معايا انا مرت سلفي كانهم راهي رايحه تدير لي والو. فرحت أخي بدر والله فرحت. قلت مسكينة يعني خلاص يعني اللي فات مات ونبدأ صفحة جديدة وعلى جال ولادنا. فرحت بعد لكن الغدار والله يبقى غدار. قلت لك وليت نفليكسي ونعطي للطفلة تهدر مع والديها بشي ما ما تقلقش عليها. لكن الطفلة تروح مور الشالي ما تهدرش معها قدامنا. تروح مور الشالي قالت لي بنتي قالت لي ماما نروح عند فاطمة واسمها فاطمة. قالت لي ماما نروح عند فاطمة. قلت لها بنتي قلت لها ما تروحيش تقلقيها خليها تهدر ألاز مع ماماها. من بعد خلاص جازت راحت الطفلة ما كانشها. قالت نروح لعند دارنا. وصلوها يعني عمها وليد عمها وصلوها. لكن الكارثة الكبيرة خلاص هذه راحت ما كاين والو. الكارثة الكبيرة انهم باللي وليدي يروح لعند دار عمو مع انه قلت لك ما يعرفش طريق حتى داتو شيماء. لكن وليدي مش مال في روح الوهران. علاش حتى راه يقول لي لازم نروح لازم نروح. يعني توسوست بالك فاطمة كش ما دارت له بالك كش ما يمها بعثت السحر توسوست. وليدي أصر باش يروح لكن قلت له ما تروحش راح راح بلا ما يخبرنا. حاجة راه يتمشي فيه راح لدار عمو قعد عندهم. لكن وليدي تبدل ثاني يعني من فروجة هذه نوريان عيني تبدل. وليدي راني نقول بلي ريان اروح وليدي ما توحشتنيش انا توحشتك ما تجيش. ريان يقول لي لا ماما نقعد هنا. يا وليدي علاش حتى تبدل هكذا معني ما نقدرش نصبر بلا بيك. قلت له اروح وليدي. لكن جا مي ماشي هذاك هو ريان. عقلية واحدة أخرى ريان هذا سفرة معهم. بعد ولا يقول لي يما عجبتني بنت عمي نخطب بنت عمي. ماشي هذه يعني هو كان على هذه فاطمة اللي جات عندنا. فاطمة هذه اللي جات عندنا
هي تاني ماشي صافية، يعني طريق وحدة هي وشيمة. وليدي كي عرف الخبر من عند الجيران تما قالوا له يعني بنت عمك هاكي باش دايره هاكي باش دايره، لكن وليدي جاهز عفان مدمر كيفاش وحده بنت عمو خرجه طريق. قال لي يما، قلت له شنو؟ قال لي غاضني عمي وغاضتني بنت عمي بزاف بزاف. قلت له علاش وليدي؟ قال لي اذا توافقي لي ندي بنت عمي نسترها، وانا يعني نويت نستر الطفله هذه، يعني نستر بنت عمي قريبه ليا خير من شيماء بعيده عليا. اكذبش عليك اخي بدر، قلت له وليدي انت ما تكونش ليا انا ليماك، يعني انت ربي خلقك تستر على بنات الناس وانا تخممش فيا. قال لي يما، قال لي ما على باليش حاجه هكا في قلبي حتى حبيت بنت عمي، ما كانش دايرها في راسه رجع يحبها. قلت له وليدي معليش، يعني انا ما نوقف لك شي. عفاك ما تبقى يكون باختصار، لان كاين الناس اللي غيكونوا خدامين غدا الصباح، فما تبقى. شكرا. من بعد ارجع من بعد عمو قالوا ما كاش فاطمه، قالوا اخطب نعطيك بنتي اللي صغيره عليها. هذه في حكمة شيماء، هذه بدلوها لوليدي قالوا له ادي خذها صغيرة. لكن بعد فترة حتى وين وليدي رجع لهنا للدار قالت له عيطوا له في التليفون قالوا له حوزونا من الدار. وليدي قال لي ما إلا نقدر نجيب عمي ومرت عمي وولاد عمي كامل لهنا لعندنا للدار حوزوهم من السكن. ما لا باباه مع الأول تردد ما حبش ما قبلش، من بعد عاود قبل. قعدوا عندنا في دارنا هنا في بومرداس، قعدوا لمدة عام ونص وهم هنا معانا في الدار. ما نكذبش عليك يخدموا عليهم رجلي ووليدي، الحمد لله يعني كنا لبس علينا. حتى ويسقسيت على فاطمة والرهيمة كاشها، قالت لي بدأت تبكي يمها، قالت لي عامين ما شتهاش. قلت لها عامين وبنتك برا ما شتيهاش؟ قالت لي ما لقيتهاش. دخلت أنا الفيسبوك نقلب كامل على صحاباتها منا من بعد لقيت هذه فاطمة في الفيسبوك. قلت لها يمك راهي مريضة راهي تقلب عليه. قالت لي ما قدرتش أنا نعيش معها هذيك سحارة ومنا. قلت لها يا بنتي، قلت لها واللي مهما يكون هذه أمك ومنا. أشكون هذه دي شيماء ولا ماشي فهيمة شيماء؟ أنا نحكي على فاطمة اللي كانت عندي هنا في الدار وراحت لدارهم، هذيك اللي هملت لهم لمدة عامين. لقيتها أنا في الفيسبوك، رديتها لأمها وأبوها، لكن كانت تخطط لي معها وأنا ما لباليش. أنا بغيت لها الخير لولادها، هي بغت لي الشر لوليدي. من بعد حتى وين هكا قالت الروحوا علاش تروحوا غير الخير؟ كاش حاجة قلقتكم؟ وحنا كنا نوجدوا باش نديروا لهم الدوسي هنا باش يعطوهم سكن، وثاني كنا نبنوا لهم يعني ما عندهمش وين يسكنوا في أرض بابا. من بعد حتى وين وحدها قالت الروحوا علاش غير الخير واش كاين؟ خلاص راحوا. لكن هذيك فهيمة شيماء اللي هي بنتها ما حبتش تروح، قالت لي ما نروحش نقعد هنا في دار عمي، يمها تضرب فيها وتديها وهي ما حبتش تروح. هما راحوا الوالدين راحوا اشتكاو بينا عند الجدرمية، قال لك باللي داولنا بنتنا. معليش، شكون هادو خو راجلك ومرتو؟ خرجلي والزوجة تاعو قعدوا عندنا مدة عام ونص. من بعد راحوا اشتكاو بينا لعند الجدرمية، قالك باللي سرقوا لنا بنتنا. من بعد فهيمة شيماء راحت لعند الجدرمية قالت لهم انا ما سرقونيش، ما قدرتش نعيش معاهم خاطرش يما دير السحر بزاف ودارت لنا. واش هذه سميتها شي شيماء اخرى؟ حيت تقولي شيماء أخرى، هذه فهيمة شيماء والأخرى شيماء سعدو. واخا. من بعد قالت لهم الجدرمية راهي دير حتى السحر للبابا باش يتعدى على بناته.
من بعد قالت لهم باللي بابا تعدى على اختي الكبيره، خلاص خرجت من الزنقه وعندها اطفال من الزنقه، وزاد تعدى عليا انا ومانيش حابه نولي ليهم، ويما سحاره ومنا. المهم كانت هذيك خلاص ما كاين والو. لكن القصه اللي حبيت نحكي عليها هي فهيمه، شيماء هذه فهيمه، قالت لي يا مرت عمي راني حابه نقول لك واحد السر. قلت لها وش هو؟ قالت لي ما تامنيش يما، راهي حاقده عليك كامل من بكري، وقالت لك لازم ندمرك في وليدك. قلت لها علاش وش كاين؟ قالت لي راحت للوهرم جابت له السحر وعطته له ياكل، ودارت له كتبه تاع السحر في قبر عود ميت في قبره، دارت له كتبة تاع السحر الأسود الريان، وزادت جابت له السحر في الروز عند السحار بن عودة في وهران، دارت له السحر الأسود الريان باش يموت يقتل ولا ينقتل. المهم تدمروا وخلاص. تفهمت مع أم شيماء، أم شيماء حلفت في ريان، ومرت عمه حلفت في ريان، تفهموا عليه. لكن الكارثة الكبيرة واش هي؟ احنا في دارنا كنا لاباس علينا، ما نبناش واش راح يصير لنا. نشفى ذاك النهار بالاربعاء يوم الاربعاء، وليدي كان في خاطره يعني باش ياكل كيما نقولوا احنا المورق، خبز مورقة مع المسمن. عجنتو على الربعاء تاع الصباح نصلي الفجر، ودرته ينعجن باش يقعد للصباح نطيبه له باش يشرب به الحليب الصباح يعني بالخميس. جا يوم المشؤوم بالخميس، وليدي راح لبس كومبينيزو، قاعدين كامل نشربوا كيف كيف صباح الحليب، لكن نظرة وليدي ما عجبت ليش، يخزر فيا عينيه يتعمروا بدموع ويهبط راسه. قلت له وليدي وش بيك؟ حسيته راه مسحور، ما راش نورمال ريان. البس الكومبينيزو تاعو وراح مع باباه يخدم عادي، راه يخدموا الطنوبيلات، يخدموا حتى وين وليدي راح للمكتبة يشري. اتلقى مع واحد الشخص واسمه مولود عباري، هذا مولود عباري جارنا ومتفاهم مع هذوك المشعوذات. من بعد قال له ريان راهي تعيط لك شيماء في الهاتف، شيماء سعدو. قال له بلي انا شيماء حبست علاقتي معها وراني خاطب بنت عمي. قال له لا، قال له بلي شوف راهي يعني قالت لك ارواح، عندي تصويره تاع يماك في الحمام في الدوش. وليدي ما على باليش. من بعد عيط له الواحد عطالو مخدر لوليدي 7 حبات شربهم، ما على باليش واش جاب ما جابش خبر. لكن هذه الصوره هذه من بعد سالوني عليها الجدرميه، قالوا لي يا هل ترى كانت عندك علاقه مع اي شخص وبعثتي له الصوره تاعك وانت في الحمام؟ قلت لهم ابدا ما كاش كامل هذه. بعد قال لي اتاكدي مليح، قلت لهم ما كاش. حتى وين هدرت شيماء هذه فهيمة، شيماء اللي هي بنت سلفي، ونقول لك فهيمة باش تفهمها. هدرت فهيمة قالت لي يما، قالت لي نقول لك حاجه. قلت لها وشنو؟ قالت لي تشفي نهار اللي رحتي للمارشي شريتي الحوايج لخواتاتها وبناتك، وشريتي لهم لاستيكات باش تسلمي لهم شعرهم، ودخلتي لهم لابينوار دوشتي لهم. قلت لها ايه. قالت لي نعترف لك بواحد السر، يما كانت حابة تدي صورة تاعك ماشي مليحة كامل في وهرن، حكيت لنا عليها، لكن كي ما ادتهاش ادتها في دارك. قلت لها واش دارت؟ قالت لي كي كنتي توشي لهم كامل هذوك البنات لخواتاتي وبنات عمي، سقمتي لهم كامل مليح، لبستي لهم، درتي لهم شعرهم، تحفتيهم، من بعد خرجتيهم. صح، قلت لهم انا البناتها، روحوا عند ماماكم باش تفرحي تشوفوا. من بعد راهم بناتي لعبوا، انا دخلت لابينوار باش نستحم كالعاده، يعني ما عندي حتى خبز في داري. قالت لي الام تاعي دارت لك تليفون باش يفتح
فيلميك خباته في لابين في سال دو با بين الشامبو ما لاباليش، واخذت لك صوره باش تهدد بها ريان ولا ما لاباليش، لكن ما فهمت واش دارت بها، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. سوني انا الدرك، قالوا لي لا عندك صوره بعثيها لاي واحد، قلت لهم ما كانش، هي تلقاو تقلبوا ليل ونهار ما تلقاوش، لاني نمشي صافيه بيني وبين ربي. حتى وين هدرت هذه الطفله وعند الجدرميه، قالوا لهم باللي يما هاي واش دارت، هاي واش دارت، قلت لهم حسبي الله ونعم الوكيل. وليدي وين راه وليدي؟ ما كاش، ما بانش وليدي، بابا هجال الدار وليدي ما جاش، واش كاين؟ كارثه. حتى وين نسمعوا ام شيماء تهدر في التلفاز وتقول باللي ريان قتل شيماء، ريان قتل لي بنتي، ريان حرق لي بنتي في البومبا تاع ليسونس المهجوره في ثنيه ولايه بومرداس. راكم اظن سمعتوا بالقصه تاع شيماء؟ لاول مره نسمع، اول مره نسمع، اول مره نشوفها هي دي قدامي، اول مره نشوفها، ما عمرني سمعتها، اول مره نشوف القصه ديال هاني بعثت لك الصور. ومن بعد كي سمعت في التلفاز راهم يهدروا على وليدي، دخلت في غيبوبه نبكي نعيط. فهيمة هذه قالت لي يما يعني انا ما نقدرش نسمح فيك، قالت باللي قبل ما يديروها في التلفزيون جات نعيمي نورية لعند البالكو تاعي من هي، مع انها كانت في وهران، واش جاب هذاك الوقت لهنا؟ كانت قالت لي يما كانت عند البالكو وقالت باللي ريان دوك يسمعوا به باللي قتل طفله، ويلقاو الشعر تاع الطفله والورقه تاع الباسبور قدامها باش الدوله نستغبوا الدوله ونستغبوا الشعب باه يامنوا باللي شيماء قتلها ريان باه نباصي لها وليدها. لكن انا يعني لهذه الدرجه يعني انسان ما يخافش ربي. من بعد انا يعني بقيت لهيا مع وليدي، مع الاخبار، مع الجري، ونروح لعند وليدي. وليدي ماشي هذاك هو كامل، بعقليه واحده اخرى يتصرف، ماشي هذاك هو وليدي اللي ولدته انا. لكن حتى وين قال لهم اعترف، قال لهم باللي انا اللي قتلتها، انا اللي حرقتها، انا اللي قتلتها، يهدر واحد الهضره اللي ماشي صوته كامل. من بعد لكن قال لي من بعد حرموني باش ندخل انا زياره وليدي لمده ثلاث شهور. ثلاث شهور ما شفتش وليدي، علاش؟ خاطرش ام شيماء تهمتني وقالت لهم باللي هو ويماه قتلوا لي بنتي. يعني من حق الدولة باش ما تخلينيش ندخل عند وليدي حتى وين يكملوا التحقيق. راح داوني داروا لي البصمات على يدي على صبعتي، زادوا داروا البصمات لوليدي، يعني هذا الخبرة تاعهم. خرجت انا نيجاتيف، وليدي نيجاتيف، ما كانش البصمات تاعنا في مسرح الجريمة. بعد كي خرجت نيجاتيف ما كانش البصمات تاعي، سمحوا لي بالمرور باش نشوف وليدي. رحت عند وليدي نشوفه، ماشي هذاك هو ريان، يهدر معايا بصوت ماشي تاعو. قال له وليدي، بعد قال لي يما، قلت له وليدي راك مليح كبدي، ما تقلقش وليدي، هم ويجوز شده وجايزه. قال لي يما انا ما قتلتهاش، بصح ضربوني راسي، وكي جابتني الفطنه شفت فروجة، وشفت هذاك واسمه هذاك اللي قلت لك عليه جاركم، جارنا الاسم تاعو عباري مولود، قال لي شفت عباري مولود، وشفت فروجة يما شيماء، وشفت مرت عمي، قال لي مرت عمي شتها في مسرح الجريمة، قال لي ضربوني الراسين بعد جبتني الفطنة شتهم. قلت له معليش وليدي ما تتقلق، ما والو يحلها ربي ان شاء الله. من بعد عاود دار في الهضره، قال لي يما بالك على روحتكم خاطرش راني مهدد. قلت له منين راك مهدد؟ قال لي هددوني هادو، هددوا هذا الجماعه وحتى مولود عباري لانه جارنا. قالوا له لو كان تهدر نبعثوا مولود يحرق لك يماك وخواتاتك لدخل الدار. وليدي قال لي يما، قال لي عذبوني في الجدرميه. قلت له وليدي واش داروا لك؟ قال لي داروا لي تريسيتي، وقالوا لي قول بلي انا اللي قتلتها.
داروا لي تريسيتي مع التعذيب تاع الدوله وزيد التهديد تاع هذا جماعه الاشرار. قال لي خفت يعودوا يقتلوك انت وخواتاتي، وليت نقول لهم انا ايه انا اللي قتلتها انا اللي حرقتها. قال لي بصحي ما صدقيني بالله والله ما قتلتها ولا حرقتها. لكن قلت له وليدي قلت له معليش مو من مصاب، احنا يا يعني دايما شادين في ربي، واخي بدر راني في مدة قريب 3 سنين من اللي وقعت هذه الحادثة، ووليدي الحمد لله يعني طلعوه القاضي التحقيق ما شاء الله الله يبارك يعني سمعته مليح، وقال لها قال لها باللي هذاك جارنا وهو اللي كان ثما هو اللي حرقها. بعد هي قامت بالواجب ودخلت هذا السيد جارنا هذا دخلته للسجن راه مع وليدي، ولكن داروا كيفاش هي اللي دخلت جاركم قالتكم قالت لي باللي توا كان شارك دخلته راه في الحبس مع وليدي خطاش وليدي قال لها هذا اللي شتو ثم وكان يحرق فيها. بعد يعني خرج التحليل من بوشاوي التحليل الجيني ولا ما على باليش واش يقولوا له، وليدي ما خرج عليه حتى دليل ضده، لكن الدليل ضد هذاك السيد لقاو ليستينغ تاعو تاع الهاتف تاعو في مسرح الجريمه. وابني مازال ما عليه والو، ودوك الابن تاعي ما حبش باش يشارع قال لهم راني حاب نوصل للحقيقه، زيدوا توسعوا في التحقيق تاعكم حتى نلحق للحقيقه. بعد ربي سبحانه وحده بعث لي لي شاهدين كانوا سمهاني، بعثت لك لاوديو زوج تاع وحده شاهده الاخ بدر اللي سمعت. لا لا شي اوديو ما وصلنيش اوديو واقيلا الصور ما وصلونيش اتصال ما وصلونيش لي فوكال لي فوكال قبل هذا اليوم يعني في اول مره بعثت لك لي فوكال تاع الشاهده قلت لك نسبق لك لي فوكال تاع الشاهده اللي كانت في مسرح الجريمه قبل ما نحكي الحكايه. لا ما وصلونيش معليش الا مسموح لي نقدر نزيد نبعثهم لك وتكون تكمله ويسمعوا الشهيده اللي كانت في مسرح الجريمه وحتى البنت تاعها اللي هي فهيمه هاي هضرت في الفيديو وقالت كامل كيفاش صرات، قالت باللي رايان ما قتلش ويما يعني هذا الحلم في فيسبوك ولا اوديوات. بعثت لك لي فوكال بعثتهم لك في الواتساب في الفيسبوك في الواتساب في الفيسبوك هادو الفيديوهات فيديوهات في فيسبوك ياك هادوك لي فيديو تاع فهيمه ما نقدروش نحلوا الفيديوهات في ديال الفيسبوك مع الاسف خاصني فوكال. وبعثت لك ثاني تاع الشهيده الثانيه كانت معاهم ثاني هاي لك لي فوكال بعثتهم لك تاع الشهيده كامل كيفاش داروا الريان حكيت فيهم يعني باه ما نزيدش نطول عليكم على خاطرش طويل بزاف. الطفله واش كانت تحكي كنت حبتها تطلع معانا اليوم، عيطت لها قلت لها طلعي الواتساب على وجه ربي باش تطلعي تحكي واش صرا الريان كانت معاه في مسرح الجريمه. الطفله هذه هي صاحبه شيماء، ونهار الخميس نهار اللي حاوزتها يماها من الدار داروا خطة لوليدي وراحوا بدلوا طفلة بطفلة أخرى، وهذا الطفلة اللي حطوها وحرقوها هي بنت المشعوذ اسمه بن عودة يسكن في وهران اسمها إيمان. الطفلة هذه على حسب الشهادة تاع هذا الطفلة هي اسمها إيمان طفلة غير شرعية، حطوها في بلاصة شيماء وحرقوها وشيماء هربوها، والآن راهم يتحكموا فيهم بتيليكوموند يعني هكا بالسحر. وشيماء قالوا عندها ابن والأم تاعها الأم عطاولها مسكن من ديمكو راهي الآن راهي في درقانة. يعني دابا شيماء يعني ما ميتاش ما فهمتش راهم يقولوا
راهم يقولوا شيماء ما راهيش ميتة، شهادة يعني أربع شهود، يعني كيفاش يجوا في كلمة واحدة قالوا ما هيش ميتة، وبعثوا لي صورة تاعها بعد عامين ونص، يعني عندها واحد هكذا يعني تقريبا واحد الشهر شهر ونص، بعثوا لي لفوتو تاعها باينة باللي كبيرة، ماشي كيما كانت الصورة تاعها قبل عامين. هاني درت لك الصورة صغيرة ودرت لك الصورة كيفاش كانت دوخة كبيرة. يعني ويعني هذه المعلومات اللي راهم يوصلوني هذا فتح من عند ربي سبحانه، راهم يجوا العباد ويقول لك هاي وركون راهي شافوها حتى في قريبة في المنزل تاع أمها، دارت لها أمها جلباب ودارت لها ستار باش ما يعرفوهاش الناس، وراهي تجي تشوف يماها وتشوف الابن تاعها، الابن تاعها عندها بيبي صغير، تجي تشوفهم وتعاود تروح باش ما يحكموهاش الدولة وباش ما يحكموهاش الشعب، على خاطرش رأي عام ما رايش حابة الناس يعاودوا يقولوا باللي ما كاش منها كامل هذه اللي صارت. أنا راني نطلب من كل الشعب، كل الشعب ومن الدولة تتوسع في التحقيق تاعها باش تظهر الحق، وربي إن شاء الله يكشف هذا المشعوذين، وماشي غير بالشعوذة اللي وليدي صارت له هكذا، لأنها أم شيماء ضربت وليدي بالقجمور، ضربته بواحد اللوحة الراس وسرعته، ما تجابش خبر ومن بعد كي ضربته وسرعته هو راه يشوف، يعني بعد كيف طن اللي شاف هاد الناس في مسرح الجريمة، وكان أخ شيماء اللي اسمه أمين، وكان الأم تاع شيماء، وكان محمد ابن عم ريان، وكان الأم تاعه اللي هي نورية نعيمي، وكان اسمه هذاك الجار هذاك، بعد رفضوا ريان وسحبوه باش ما يجيبش خبر يعني سرعاته وضرباته أم شيماء. بعد كي ولاو يديروا في الخطة تاعهم هاي من بعد تحكي لكم مليح، ديك الشهيدة كانت ثم حتى الشهيدة مسكينة هذه وداوها الوهرن وبعدوها كامل على بلادها ولاحوها ثم وكواوها دار منها الشهيدة ما تبغيش تدوز في البرنامج؟ لا ماشي ما بغاتش، ما قدرتش تطلع على الواتساب، قالت لي نشهد. لكن اخي بدر شوف شيماء ساعدت لي ريان، وصلت للقتل، وصلت باش يقتلوها، زاد فهيمه كيف شهدت ضد هاد المشعوذين، فهيمه ادتها الام تاعها الان مغبرتها ما ريش بينها كامل، راهي مده عامين فهيمه ما ناهاش، خبتها يمها ما على باليش تلقي لها هي حية ولا راهي ميتة. حتى البوليس ما عارفينش، البوليس ما يعرف. والله خبرت في كل مكان على الدولة، قلت لهم الحكاية هذه، وقلت لهم الطفلة الأولى اللي شهدت مع ريان راهي شوف كيفاش داروا لها، وحتى فهيمة بنت عمو شهدت الحقيقة هاي ما بانتش، ودك هذه الطفلة الثالثة هذه راني خايفة عليها لأنها راهي مهددة، راهي مهددة خاطر شافت كل شواش صرا أم شيماء راهي مهددة هذه الطفلة، وحتى مرت عم وليدي راهي مهددتها، قالوا لها نقتلوك كيما قتلنا الأولين. دوك إلى راهم ميتين راني حابة نعرف، وإذا راهم حيين راني حابة نعرف. دوك أنا يا شيماء دفنوها في الصندوق مغلوق ما كاش لي شفاء، أنا أم ريان راني نطالب من الدولة من السلطات الجزائرية يعاونوني في قضية وليدي، يا ما على باليش لوتوبسي يشكو هذيك اللي راه في القبر شكونها، يبالك ما كحتى واحد في القبر، وليدي راه يضيع في حياته في الحبس، وبالك يعني ماشي شيماء، بالك واحد اخرى، بالك واحد اخرى، راني حابه يحكموا هاد العصابه هادو، على خاطرش اليوم داروها لوليدي غدوه لولادكم، راني حابه السلطات الجزائريه تعاوني على وجه ربي تتوسع في التحقيق تاعها. كيفاش نقول لك يا أسي، قصتك يعني صعيبة صراحة، صعيبة والله يعني أنا كي ندور هكا في الدار نشم وين نلقى ريحة ريان، نروح لخزانته لحوايجه ريحته نساوها لي ونسيت أنا ريحة وليدي كيفاش دايرة. حلفت فيا شيماء قالت لي نسكنهولك القبر ولا الحبس، لكن دارتها
انا مش نقول لها الاخ بدر يعني الام شيماء في الروجة قدادة، والمرض سلفي اللي واسمها نورية نعيمي. الو، قصة معروفة في الجزائر. ماشي، مشات لها الكونيكسيون. الاخوان عفوا، كلشي بركه على الجيم. نتمنى ترجع لها الكونيكسيون. مع الاسف نعاودو نصلو عليها. الو الو، تنسمعوك دابا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. عشان نقول لك دوك الأخ، تفضلي. الأخ بدر يعطيك الصحة. الأخ بدر، أنا راني نطلب من السلطات الجزائرية يتحركوا ويوروا لي يعني الخبر الحق الصواب من الخطأ، ويوصلوا التحقيق لربي يقدرهم. يعني ما رانيش شاكة في العدالة الجزائرية ويرحم والديهم، ولكن راني حابة نوصل لهم هذه المعلومات يعني باش راني نعاون وليدي ونعاون السلطات يعني باش يوصلوا للحقيقة. على خاطرش كيما ريان يقدروا، كاين ريان واحد اخرين يقدروا يهلكوهم، كيما شيما كاينين شيمات واحد اخرين يقدروا يقتلوهم. دوك انا على خاطرش علاش قلت لك الضربة الاولى، هذه المشعوذة تخدم بالنار. تعرف الأخ بدر كي عرفت باللي البنت تاعها اللي هي فهيمة راهي تهدر. الأخ بدر انتم في الاستماع؟ تسمعك فيك. هذه الأم تاعها اللي هي نورية نعيمي، لما سمعت باللي البنت تاعها اللي هي فهيمة راهي تعترف بالحقيقة، دارت شعوذة هنا في النار في داري، لهبت النار في داري باش تنحرق فهيمة، وحنا نباسوا باللي باش بنتها تزيد تموت. على خاطر واش قالت لها؟ قالت لها دوك نحرقك كيما حرقت شيمة ونحصل دار عمك. قالت لها لوحي روحك من البالكو وقولي مرت عمك ولا عمك اللي لاحك باش تموتي، وهما نباسيهم. لكن فهيمة قالت لي نحب نعيش معاك، ملي سكنت معاكم وليت نصلي اللي وليت خاف ربي اللي ما نقدرش نأذيكم، درتوا فيا خير. هاي تهدر مسكينه في الفيديو، قال درتوا فيا خير، انا مرضوا لكم الشر. يما راهي تقول لي لوحي روحك من البالكو، وبابا راهي يقول لي اضربي روحك بالسلاجه ويدوك للسبيطار، قولي باللي عمي ولا مرت عمي اللي ضربوني. لكن الحمد لله الطفله هذه ما دارت هذا الشيء. شعلت النار، قالت لي باللي يما ماما فهيمه تقول لي يما، قالت لي يما هذيك المشعوذه هذيك على يما حلفت فيها وقالت لي دوك نزيد نحرق كيما حرقت شيما. قلت لها بنتي شدي في ربي وشدي في صلاتك. يما لا كانت تطيب في الكوزينه، لهبت النار كيفاش لهبت، ما هاني صورت لك يدي كيفاش انحرقت. خرجت بنتها وصدمت انا لديك النار، يعني خفت على بنتها كاش ما يصير لها. مهما يكون يعني رانا بشر ما نبغوش الاذيه للناس، مهما هي بغات لي ضر لوليدي لكن انا ما لها الشر بنتها. انا رفدت لها بنتها الاولى، رفدت لها بنتها ثانيه، وزدت رفدتها هي وزوجة تاعها وست دراري. والله 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 كي نحط الطباسه في الغداء نحط 12 طبسي، وفي العشاء 12 طبسي، حنايا سته وهم سته. لكن هذا يعني خير ربي، لكن للاسف الانسان ما يتذكرش الخير، يرده لك شر. كي بدات تهدر وتقول في الحقيقه، دارت لها هكا باش تنحرق، وحلفت فيها قالت لها نجيبك من عند عمك ونقتلك. لكن الطفله هذه دوك ما بان عليها حتى خبر، وراهي ما على باليش.
وحتى قبل ما تديها الأخ بدر كي اكتشفت بلي أنا راني نوصل للحقيقة طلبت منها ولات تسحرها وتقول لها ديري وش نقول لك سينو نقتلك. جات اللي عندي للبارتما تاعي يعني وين نسكن للعمارة تاعي وأنا ما شتهاش كوني ما نخرج من الدار. بنتها هكا تخرج عند الباب وش تدير تعطي لها السحر وتقول لها بالسيف دخليه لدار عمك. وهاني بعث لك فيديو كيفاش فهيمة جبدت السحر من داري وعطت لها السم دارت لي السم في الأكل. فهيمة دارت لي السم في الأكل قالت لها لازم نقتلو يما كريان باش ما تكشفش الحقيقة للدولة ودارت لي السم ووصلت للسبيطار قريب مت. دارت لي السم وزادت تلقت بها عند الحانوت أنا يعني باش ندير الأكل لوليدي في القفة. هي دارت لي السم واحد البودرة بيضة في الأكل تاع وليدي ودخلته للحبس وأنا ما على باليش. أمرت بنتها قالت لها زيدي ديري هذا العفايس الرايان باش يموت في الحبس ويمه تموت في الدار. لكن ربي قوي جبار الحمد لله مازلني عايشة أنا ومازال عايش وليدي والحمد لله. ونطلب من كل الناس وكل الشعب الجزائري والشعب المغربي وكل المسلمين يشدوا في ربي على خطش اللي يشد في ربي ما يطيحش مهما حبت تقتلنا لكن أنا مازلني عايشة ووليدي راه عايش والحمد لله. وذكراني نطلب من السلطات إن شاء الله بإذن الله يوصلوا للحقيقة يوصلوا للحقيقة باش تبان ويحكموا هذا المشعوذين. نتمنى وكما قلتي أن السلطة تدخل ونتمنى شي نهار تعيطي لي وتقولي لي ولدك راه حداك والحقيقة بانت إن شاء الله. نتمنى كامل ذلك الناس اللي تفرجوا كل شيء يكتب ربي بلا الحق وإلا كان مطلوب معناه ويخرج إن شاء الله لك الله يفرحك ما شاء الله. نتمنى شي نهار تعيطي لي وتقولي بأن الحقيقة بانت والله تنتمنى إن شاء الله يا ربي يعني كلك إيجابية. أكتبت هذا القصيدة على وليدي إذا تسمح نقولها. أها تفضلي. الله يزيد فضلك. يا ما راني مسجون بين أربع حيوط ضايق خاطري يا ما راني مغبون تقدرت عليا يا ما وهذا زهري ما تمنيت في الحبس نكون تكويت يا ما وضع صغري بغيابك راني ممحون نعيط لك يا الغالية وتقولي هذا عمري بعدت عليك راني مغبون ولي مينوت في يدي أمور ظهري طلبوا ربي يفرج على المسجون يفرحكم ويفرحني بوليدي عمري صبرك بديشي ما يدوم كل يوم نعنقك وتولي يا الغالي لداري. بارك الله فيكم. بلاك شكرا لك انت لأنك شاركتي معنا الله يسلمك والله يبين لك الحق يا رب وان شاء الله امين اخي بدر قريبا تقول لي بان ولدك راه حداك ان شاء الله وربي يبين ان شاء الله يا رب. نتمنى من الستات تفرجوا كل شيء ان شاء الله يا رب يبين الحق. كذلك نتمنى من السلطات الجزائريه انها يعني تحاول انها تدخل وتشوف هاد البنات هادو اللي اختفوا وبعدها ولا بنات هذيك بنت لوستك فين ياك ماشي يقول ماشي بنت هذوك هذيك زوج وشي ما تاني وحده يعني هما اربعه كانوا رابطينهم كامل بالطرفه باش ما يهضروش. دوك وحده راهي متخبيه وشي ما بانتش وهذا الزوج بناتها ما بانوش. نتمنوا يبانوا نتمنوا ان السلطه تقلب عليهم. نتمنى كذلك الشعب الجزائري حتى هما انهم يدخلوا كما حنا في المغرب بعدنا بحال هاد القضيات هادو كما تعرفي ان كاين ديال تامي بناني للشعب الجزائري كان عفوا الشعب المغربي كامل بغى يعرف الحقيقه وكان كل شيء باغي يعرف الحقيقه. ونتمنى ان كذلك الشعب الجزائري حتى هما ان شاء الله يا ربي. ونتمنى كذلك الصحافه الجزائريه انها تجي لعندك تحاول انها تهضر معاك يكون احسن اولا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يا ربي. شكرا لك اسيا. نتمنى ولي الشرف اللي حكيت معكم وكلك ايجابيه ما شاء الله. وشكرا على الوقت اللي اعطيته لي وخليتني نفرغ قلبي. ربي يحفظك وربي يحفظ جميع المستمعين وكل اخواننا العرب والله الله يعطيكم حتى يرضيكم ان شاء الله وربي يسعد قلوب الجميع. شكرا لك اسيا ونتمنى ان شاء الله يكون عندنا شي لقاء اخر بفرحه تكون هذه المره ان شاء الله.
شكرا لك ان شاء الله اخي بدر، بارك الله فيك ومع السلامه، ربي يحفظكم. شكرا لك.